طبعا الترند مع انفصال المشاهير ما زال مستمر، والمشاهير رقم 3 اللي انفصلوا خلال هذا الشهر فقط هو محمد قاسم اخو الاعلاميه وملكه جمال العراق السابقه شيماء قاسم من زوجته زينب، بعد ما يعني اخذته خارج العراق واليوم قرر ونزل هذا الشيء قال مرحبا اخواني. طبعا انا ابد ما احب اطلع مشاكل شخصيه على الميديا، بس انا ما راح اعتبرها، راح اسولف لكم المشكله ولا شيء، بس انتم متابعيني ولازم تعرفون اني شنو يصير وياي، احسن ما تجي البيجات يقولون لكم ويسوون نفسهم مسوين فد انجاز. بصراحه انا وزينب انفصلنا وبدون مشاكل وبدون كل شيء، وانا اتمنى زينب التوفيق بحياتها، ما تراهمت وياها وضحيت بيها بهاي العلاقه الزوجيه هواي وانكرت هواي، انا شفت نفسي ما استاهل اللي يصير وياي وقررت اترك هاي العلاقه وانسحب منها بكل ود واحترام، واتمنى حياه سعيده زينب. انا اعرف بيكم هواي راح تضوجون لان انتم تحبون محمد وزينب سويا، اعرف بيكم ما تحبون تشوفون محمد متاذي ودائما تقولون اللي محمد شوفك حزين دائما، انا ما مرتاح حياتي ابد، وبصراحه اريد انجو بحياتي لان انا تعبت نفسيا وجسديا، اتمنى ما حد يحكي علي او يحكي على زينب كلام جارح، اتمنى يعني لنا حياه سعيده وهاي السنه الحياة يوم إلك ويوم عليك، ادعو لي بالتوفيق. وأضاف أيضا قال أنا قررت هاي الأسابيع الجاية راح أرجع للعراق وأعيش حياتي يم أهلي، وأكيد كلكم راح تفرحون بهذا الشيء. يعني اكتشفنا أنه الولد طالعين ومسافرين خارج العراق، وأكيد ما دام الرجل يطلع خارج العراق أكيد من ورا نق زوجته خلنا نطلع وخلنا نسافر وخلنا نشوف دنيا وشوف الفنانة الفلانية وشوف المشهورة الفلانية شلون مرتاحين بتركيا شلون عايشين بالشمال ولا آخره. فالولد من النوع اللي طبعا الشخص الاجتماعي واللي يحب يطلع وقهاوي ما يقدر يعيش خارج العراق، يسألوني أنا. فالفكرة بالموضوع أنه خلاص تعبت نفسيته، من البيت للبحر من البيت للحديقة ماكو شيء، لا أهل لا عم لا خال، فجوز الولد طق واختنق وقرر ينفصل. إضافة إلى هذا لحد الآن ما شفنا أي رد من زينب، نشوف شنو نحكي وجهة نظرها حتى نعرف نقرر من الصح ومن الغلط. هذا يعتبر أول ظهور لعالية بنت الفنانة رحمة رياض وألكسندر علوم بالسوشال ميديا، يعني نشرت هاي الصورة وخلت سمايل فراولة عليها وما شاء الله مبينة بنيتها بيضة وحليوة، الله يستر عليها ويحفظها ويبعد عنها كل مكروه وشر. هي قالت احنا ما راح نطلعها أبد بالسوشال ميديا، بعد عمرها يمكن 3 أشهر 4 أشهر ونزلت رحمة أول صورة، صورة ثانية يجوز نص الفراولة تطير ويطلع نص الوجه، ما نعرف ننتظر ونشوف. طبعا هاي البنية هي مشهورة بالسوشال ميديا تعاني من مرض، ذاك المرض خبيث الله يشافيها ويشاف كل مريض يا ربي، تقول انا ونستي الوحيدة هي عندي بزونة صغيرة مربيها ومتعلقة بها، وتعرفون انه البنية لما تربي بزونة شلون تتعلق بها، تقول بسبب هذا حسين والترند مات وانه نافخة بوجهه ابوي قال لي البزونة ما تبقى بالبيت وحاربني واخذ البزونة من عندي، وحاليا نفسيتي متحطمة بسبب هذا الشخص اللي كذب هاي الكذبة. تشوفون هاي الشغلات السلبية اللي تطلع من وراء كذبة حسين جار. قبل فترة انتشرت حالة هذا الولد اللي نفخت بوجهه البزونة ولزم عنده العصب السابع ما ادري شنو، صراحة سوى ضجة كلش كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، وكل بيت عراقي صار يخاف من البزونة، انا واحدة من الناس ابويا قام البزونة ما يدخلها بغرفتي انه وحدها خاف تنفخ بوجهك خاف ما ادري شو تسوي ويصير عندك، يعني تعرفون انا اهلي كلش يخافون علي. فأكو أنت تدري إنه أنت أكو بعض العوائل ذبوا بزازينهم بسبب هذا الشيء اللي نشرته وطلع كله كذب بكذب، يعني صراحة أنا انصدمت من الخبر هسه من قاعد أقلب الانستغرام لقيتهم ناشرين إنه هذا الخبر كذب، هو مجرد كان يسوي هيك على مود الصير عنده متابعين. أنت تاليتها حتى إذا صاروا عندك متابعين من راح يعرفون حقيقتك؟ كلهم راح يلغون الفولو من عندك، وانت سببت اذية لهواي بزازين، اكيد اكو ناس دب. طبعا هذا اغرب مكان واغرب اسم لاحد المراقد اللي موجودة بالعراق، اريدكم تسمعونه شنو اسمه وين صاير بالضبط، حقيقة ما اعرف الناس لما تنشر هكذا مقاطع شنو اللي تريد تحصله، هل فعلا اكو ناس تزور هيك اماكن؟ لو لا اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات رايح لهذا المكان او لا. هنا اليوم في مرقد العلاوي حميدة وسليمة بنات سيد خلا، هذا نطن امرأة بمجها يا زوار في قضاء المجر الكبير وين العسكري
وضح امراض العلاوي واضح بكان الوضع. فجريد اللي عنده امراض يطلب امراض ايش من العلاوي، يطلب امراض عنده حاجه، شاف المريض شاف الوقف عنه، شاف الكبر هنا جاء الشارع عليه ووقف الشفا العلاوي الاعمار قضاء المجال الكبير. اما مشكلة هدى عبد الحسين وزوجها محمود اللي انفصلوا، يعني لحد الان الترند مالتهم ما خلصان، وهي طلعت بالفيديو الاخير ووضحت بعض الاسباب اللي تقول بيها انه يمكن هو كان يصيح على امها وما يحترمها او ما اعرف شنو اللي صار. خلينا نسمع كلامه وياكم. كل شيء اتقبل من المقابل، كل شيء اتقبل من المقابل، من اذية لو ياخذ راسي هذا راسي ياخذه، اقل اخذه ما يخالف، هاي الرقبة قصها وخذها ما يخالف، ها؟ بس مال تجي تصيح على امي اللي تعبت علي واللي ربتني واللي حاربت على مودي واللي وصلتني لهاي المرحله واللي ما خلت شيء ما سويته على مودي، على مودي توصلني لهذا الطول، تجي انت تصيح عليها على اي اساس؟ على اي اساس؟ ومنو انت؟ لا والله لو كانت صله الرحم بيناتنا مو 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 قويه، لو روحي بي همه قطعه، همه قطعه. الأم بابا الأم ما تتعوض، كل شيء يتعوض بهاي الدنيا، كل شيء يتعوض، كل شيء. الأم ما تتعوض لو تجيب مكانها 6000 مرة ما تتعوض. عمي شو طلقنا رحم الواديكم، طلقتوا طلقتوا عمي، كل ما بالموضوع لبنان راحت تغير جو يمها لين حامل. هاي وحدة. اثنين، أنا إن شاء الله بس ترجع بعد أريد نبتعد من السوشيال ميديا وأخلي هدى تبتعد من السوشيال ميديا، وما أريدها بعد لا تنشر إعلانات ولا بطيخ، أريد نعيش حياتنا مثل ما أريد، أريد نعيش حياتنا بعيدا عن هاي المواضيع، لأن إحنا نشوف تعليقات وناس تدخل لنا بالخاص وسب وغلط ومدري شنو هاي وطلقتوا ومدري شنو، ترى ما لها داعي والله العظيم. إحنا أريد نبتعد من هاي الأمور ونبتعد من السوشيال ميديا وبعد ما ننشر ولا هالامور، زين رحم الواديكم عفونا بحالنا. انا رجال احب مرتي واريدها، وانا ما زوجتها على مو سوشيال ميديا، انا زوجتها لانه انا احبها، زين، فاريد اعيش حياتي وياها حال حال اي اثنين يعيشون حياتهم سوا، تمام؟ اي اثنين شلون كنا يعني شلون اعتبرونا ما موجودين بالسوشيال ميديا، كنا اريد نعيش حياتنا هيك مثل ما نريد احنا، مو مثل ما اللي يحكون على بيوتي وبالجروبات. والله اقول لهم لان صدق مضغوطين من هذا المركز الحلو الجميل اللي شغله فد شيء ويطلع يعني حوا حلو يسوي بالزايد حلو. زين زين قال لك هيك سد الشارع عتب عليك، قال لك سوي موكب رحمه للقاسم رحمه للكاظم رحمه للكاظم